مكان احداث القصه هو في جزيره في الاسكا اسمها شادو موسس. اداره الدفاع الامريكيه هي البنتاغون، وكان في شركه كمان اسمها ارمستيك كانوا يعملون مع بعض انهم يسوون مشروع جديد اسمه ميتال جير ريكس. قبل البدء في الاختبار فوكس هاوند سووا انقلاب بمساعده الجينيوم سولجرز او جنود الجينيوم. الارهابيين هنا هددوا البيت الابيض انه ايش، انه خلال 24 ساعه اذا ما قدموا لهم مليار دولار وجثه بيج بوس راح يطلقون نووي عليهم. كامبل هنا طلب من البطل المتقاعد سوليد سنيك انه يجي ويشوف الموضوع هذا بنفسه. نومي هانتر هنا ايش سوت؟ حقنت سنيك بشيء اسمه نانو ماشين. هدف سنيك المهمه هذه انه يدخل للقاعده حقتهم وينقذ رئيس ارمستيك اللي هو كينيث بيكر، وكمان ينقذ دربة شيف المسؤول عن المشروع، وفي نفس الوقت يتاكد اذا الارهابيين هذول فعلا عندهم نووي ولا لا. مات مثل ما شفتوا. Just using you for Colonel, are you listening? Now he's dead too. I have no idea. Don't lie to me. سنيك هنا عصب وحس ان الكولنل جالس يكذب عليه، يعني وش سبب الوفاه الغريبه ذولك شوي واحد ميتين وسكتات كذا ولما يخلصون كلامه ذا. الكولنل قال ما يعرف سبب الوفاه. نومي هانتر قالت انها ما تعرف سبب الوفاه. سنيك سال نومي هانتر اذا وش موضوع النينجا هذا، قالت ما ندري وفي وحده فوكس هاوند ما مر علينا شيء زي كذا ابدا. والكولنل قال لسنيك اخر شيء انه حاول تتواصل مع ميرل وتتعاون معها. ميرل اللي هي البنت اللي تكلمنا عنها بنت اخوه. سنيك اتصل بميرل وهنا عرفت انه هذا سنيك هو البطل الاسطوري الجندي الاسطوري هذا الشيء، فاعتذرت له عن اللي صار ما كانت تدري. وهنا علمت عن هذا المكان، قالت له ان هذا المكان هو ملك لارمستيك وان هذه قاعده مخصصه لتطوير ميتال جير. وقالت له ان الارهابيين وش يبغون من امريك، يبغونه عشان اطلاق النووي من ميتال جير. وقالت له ان البطاقه اللي موجوده مع سنيك حق الابواب مستواها شويه واطي، البطاقه اللي معاها هي تسمح له انه توصل اماكن ابعد، فيعني تعال عشان نروح سوا. سنيك هنا رفض، قال لها لا لانه انت يعني لو ترددتي في اطلاق النار على احد الثانيه ولا شيء فخلاص انت ميته. هنا قالت له ان هي ترددت لانه ايش، لانه تعرف انه لو اطلقت النار على اي جندي من هذول الجنود انها راح تاخذ حياته. طبعا هي تقصد يوم حشروهم الجنود عند الزنزانه وكذا. ميرل كانت طول عمرها تحلم انها تصير جنديه، فكانت يوميا تدرب نفسها على هذا الشيء الى ان يجي اليوم اللي تصير فعلا فيه جنديه وكذا. فسنيك هنا قال انه طبيعي جدا لما تقتلين اي جندي للمره الاولى بتحسين بهذا الشيء، لكن للاسف انه مع الوقت وكل ما قتلتي اكثر انه راح يصير يعني موضوع جدا عادي وكذا، فخلينا نكمل طريقنا لكن لا توقفين في طريقي. هنا فتحت الابواب لسنيك وقالت له راح نتقابل بعدين عند مخزن الاسلحه والرؤوس النوويه، فهنا قفرت المحادثه وراحت. طبعا هي اخذت الموضوع عناد عشان تثبت نفسها كجنديه. سنيك طلع من البوابه وهنا دق عليه شخص مجهول، قال لنا لازم تحذر من الألغام الموجودة في هذا المكان. سأل سنيك مين أنت؟ قال له أنا أحد أكبر معجبينك، تقدر تناديني ديب ثروت. سنيك سأل الكولونيل إنه كيف في شخص زي كذا قدر إنه يجيب الكودك حق سنيك تواصل معه. ميلينج الشخصة هذه اللي دائما سيف اللعبة عندها قالت لسنيك إنه هي المسؤولة عن البيانات هذه، فإن أكيد في شخص سرب المعلومة هذه من عندها. كمل سنيك طريقه شوي فهنا حصل فولكن ريفن في دبابة، فصارت بينهم معركة وقدر سنيك يرمي قنابل جوا على فولكن ريفن، ما قتله لكن قدر يعطله ويكمل طريقه. سنيك هنا كمل طريقه وقدر انه يوصل للمكان تقريبا اللي فيه ليمريك. في الممر اللي يودي لهذا المكان حصل فيه عدد كبير من الجنود القتلى، وواضح جدا ان اللي قتلهم هو النينجا. سنيك دخل المكان هذا فحصل النينجا حاشر هالليمريك في الزاوية وكذا، صار بينهم حوار والنينجا قال لسنيك انه انا كنت منتظرك من زمان، وهنا بدأ قتال بينهم. النينجا في المعركة هذه كان واضح انه جدا مستمتع بالقتال. بعدين وش قال سنيك؟ قال خلنا نتقاتل باستخدام الايادي بدون اسلحة، لا رشاشات لا سيوف ولا شيء، بالايادي. خلال القتال هنا كان في واضح انه في تكافؤ بينهم، والنينجا هنا بدأ يصير يقول عبارات غريبة وكذا. من العبارات كان يقولها انه هاي سنيك تذكرتني الحين. سنيك هنا قال لا مستحيل، انت مفروض انك مت
في زنزبار. بعدين النينجا هنا بدأ يخبط، بدأ يتألم، بعدين ترك المكان فجأة. هنا سنيك اتصل على الكولونيل وقال انه عرف هوية النينجا الحقيقية اللي هي جراي فوكس. فالكولونيل قال مستحيل ان جراي فوكس افترض انه مات في زنزبار. الكولونيل هنا وش قال سنيك؟ قال له عاد انت بالذات افترض اكثر شخص يعرف ان جراي فوكس مات في زنزبار. فهنا وش قالت نومي هنتر؟ قالت المفترض انه مات، لكن هو ما مات. سنيك سألها كيف؟ فقالت له ان قبل لا تدخل فوكس هاوند وبعد ما تقاعد الكولونيل، المسؤولة الطبية اللي هي دكتور كلارك قالت لنا الدكتور هذه كانت تستخدم الجنود لتجاربها الجينية واشياء زي كذا. فسنيك سألها ان وين هالدكتورة الحين؟ فقالت انها ماتت بعد ما صار في انفجار في احد مختبراتها. فعشان تقدر الدكتورة هذه تكمل ابحاثها وكذا، كانوا ماخذين عينات من الجنود اللي في احداث زنزبار. فجراي فوكس كان ميت وقتها لكنهم قدروا ينعشونه، استخدموا اجزاء صناعية كانت تحت التخدير لمدة 4 سنوات تقريبا، وسووا عليه تجارب جدا وحشية، استخدموا عليه كل التجارب الممكنة في علم الجين عليه، ان حتى الجينيوم سولجر هذول احنا نشوفهم طلعوا بفضل تجارب كانت قد صارت على جراي فوكس. سأل سنيك قال طيب انت ليش ما قلتين هذا الشيء؟ فقالت له ان معلومات سرية. فقال هذا هو السبب الوحيد. هنا سكتت ما قالت شيء. كملوا محادثة سنيك والكولنل. هذا الامريكان كان متخبي في الخزانة خلال المعركة بين سنيك والنينجا. فسنيك قال انت تقدر تطلع الحين. فطلع وقال سنيك انا احتاج معلومات عن ميتل جير. سأل سنيك قال له وش هدف ميتل جير؟ قال ميتل جير عبارة عن منصة متحركة هدفها الحماية من الأسلحة النووية، يعني الغرض منه دفاعي فقط. رد سنيك على هالأمريكان Liar! I already know that Metal Gear is nothing but a nuclear equipped walking death mobile. فهنا سنيك طلع مستعجل، وهالأمريك طلع أصلا ملعوب عليه، ما كان يدري أن ميتل جير أصلا يعني فيه أسلحة نووية. وبيكر رئيسة كان هو المسؤول عن تجميع القطع هذه، فكان ناوي أنه في آخر شيء يضيف أسلحة نووية في ميتل جير. هال هنا انهار لما عرف أنه ملعوب عليه وأنه هو فعليا جالس يسوي سلاح نووي، وقال أن جده كان اشتغل على أول مشروع قنبلة ذرية، وأنه يحس بندم وظل يحس بتأنيب طول حياته بسبب هذا الشيء. وأن أبوه هيوي اللي كنا شفناه أول مرة في بيس ووكر كان إنه ولد في نفس يوم تفجير قنبلة هيروشيما، يعني 3 أجيال من عائلة تيمريك كانوا كلهم شغالين على أسلحة نووية. هو يقول إنه هو كان يبغى يشتغل ويصير عالم عشان يفيد البشرية، لكن طلع إنه جالس يبيد البشرية بالشيء اللي جالس يسويه، يعني السلام عشان قاد العالم وما نعرف إيش كذا. هذا بس في الأنمي ما في يعني في الصدق. سنيك هنا قال خلاص تكمل صياحك، قال لي وين متجير؟ فأمريك هنا وش قال له؟ قال بتلقاه تحت برج الاتصالات. وقال له إيش؟ قال إنه حتى من هناك تقدر تبطل تفعيل ميتل جير. وامريك هنا اتفق مع سنيك انهم يصيرون يساعدون بعض ويتواصلون مع بعض من خلال الكودك. والرجال طلع والله ما يلعب، طلع عنده كاموفلاج كذا يقدر يختفي هذا ويروح بدون ما حد يشوفه. قوي امريك. فهنا وش صار؟ امريك عطى سنيك كرت حق ابواب مستوى اعلى عشان يقدر يدخل اماكن اكثر. ولما جاء بيمشي قال سنيك دقيقه، انت تحس بشيء؟ بتموت، بتجيك سكته زي الجماعه. ما قال اياها بالحرف يعني، بس انه فيها معنى يعني، خاف عليه كذا انه شك سنيك من هذول. قال انا تمام كل شيء. وقال من الحين تقدر تناديني اوتاكون. اوتاكون يعني ماخوذ من اوتاكو، لانه رجال راعي انمي وكذا. سنيك هنا حاول انه يتواصل مع ميرل، لكن يعني عشان يطمن عليها بخصوص انه كان في اطلاق نار وكذا، لكن ما قدر يتواصل معاها لانه ظهر جهاز الكودك حقها خرب او شيء. فالحين كيف بيطلع ميرل وهي زيها زي الجنود نفس اللبس وكذا؟ فكيف هنا صار شيء مشابه للشيء اللي صار في ميتل جير 2. شوف انه وين يعني هي بتروح بالضبط، شوف مكان ما يروحون الا الاناث فقط، فهناك ما في دورات مياه وانتم كرامه، بحكم ان كل الجنود ذكور هناك. فهنا تشوفون سنيك قاعد بحمامات البنات استنى شوف البنت اللي بتجي. فاللي صار هنا صار لازم يراقب الجنود اللي يدخلون دورة مياه النساء والعياذ بالله عشان يقدر يحددها، يعني هي الحرمة الوحيدة هناك. ففعلا هذا الشيء اللي صار، دخلت وراح وراها وصار حوار بينهم. خلال الحوار تكلمت عن حياتها وقالت انه كيف يعني هي كانت تعتبر فوكس هاوند يعني زي القدوة لها، وانه هو هذا سنيك وعمها الكولونيل انه كانوا ابطال حقيقيين. سنيك قال لها ما في ابطال حقيقيين، الابطال الحقيقيين اللي اعرفهم يا ما ماتوا يا ما انهم في السجن. قالت بس انت سنيك بطل. قال انا مو بطل، انا مجرد شخص يعني حصل معنى حياته في ساحه القتال، وانه في حياه المقاتلين ما في فايز ولا خاسر، الفائزين الوحيدين في المعارك هم الناس. قالت لو انت سنيك تقاتل عشان الناس؟ قالها ما عمري قاتلت عشان احد، انا قاتل عشان نفسي. قالت له يعني انت لما تشوف الجنود والناس يموتون في ساحه المعارك هذا هو الشيء اللي يخليك تحس انك حي؟ قالت انت ما تقدر توقف حبك للحرب، كل الجنود مثلك. سنيك هنا صرف الموضوع وسالها عن بطاقات الغاء التفعيل اللي كانت مع بيكر وهي اخذتها. هنا عرضت بطاقه واحده وقالت هذه اللي معي، انا ما اخذت منها 3 بطاقات. فاتفقوا يا منهم يدمرون ميتل جير يا منهم يدورون البطاقات الباقية الثنتين. هنا ميرل قالت خلني أروح معك. قال لها لا لا تجي معي، أنت راح تعيقيني، بالعكس أنت توك مبتدئة أو كذا. قالت لا ما راح أعيقك. قال لها لا. قالت لا طيب لا، هو قال بعدين إنه إذا عقتيني. قالت هذا يطلق عليك. فسنيك أعطاها رد كذا شوي في الجبهة، قالها ما أحب أضيع رصاصي على الفاضي. فقالت أوكي
طيب يعني اصلا عادي، بس انه اوكي خلاص يلا ما راح اعيقك، خلينا نكمل طريقنا. كمل طريقهم، وبعدين ميرل بدت تتصرف بشكل غريب. بعدها دخل الغرفه، هنا صارت تتصرف بشكل اغرب، وبعدين طلعت مسدسها وبدت تصوب على سنيك، فكان وضع جدا غريب. هنا كولونيل وهانتر دقوا على سنيك وقالوا له ترى ميرل تحكم فيها الحين سايكو مانتس، وقالوا له ان الموسيقى الموجوده في هذا المكان هي حقت التحكم بالدماغ. فسنيك شاي رايح نفسه طرح ميرل، وبعدها ظهر سايكو مانتس. That's right. This is not trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. سنيك هنا قدر يهزمه، صحت ميرل وكمل طريقهم. وهم في الطريق لبرج الاتصالات. ظهرت سنايبر وولف، اطلقت على ميرل اللي طاحت على الارض، فسنيك ما قدر انه ينقذها لانه ما عنده سنايبر ويقدر يواجه سنايبر وولف. فميرل هنا قالت لسنيك انه خلاص اطلق علي زي ما احنا اتفقنا، يعني اذا عطلتك اقتلني. سنيك رفض لان سنيك يبغى ينقذها، وهنا اول مره سنيك كان يظهر جانب عاطف. سنيك هنا راح عشان يجيب سنايبر ويقدر يواجه سنايبر وولف، فلما رجع ما حصل ميرل على الارض، لكن سنايبر وولف كانت لسه موجوده، فصار في اطلاق نار بينهم، وفجاه في جنود حاصروا سنيك وتم القاء القبض عليه من قبل سنايبر وولف. لما القى القبض عليه تم افقاد سنيك وعيه، فلما رجع صحصح مره ثانيه حصل نفسه مربط وليكويد موجود، ويقول له ها عرفت مين انا؟ قال له انا الشخص اللي انت سرقت منه كل شيء. جيد، هنا سنايبر وولف سالت ليكويد، قالت له هل انت تبغى معلومات سنيك الجينيه كلها؟ قال ابغى كل شيء هو لسه حي. ليكويد هنا وش قالها؟ قال انه نحتاج هذه المعلومات عشان نصحح كل الاخطاء اللي موجوده في الجينيوم سولجرز او جنود الجينيوم. هنا سنيك بدا يرجع صحصح مره ثانيه، فلما قام قال ليكويد انا وانت اخر ابناء البيج بوس الاحياء. ليكويد هنا جاه اتصال يقولوا له في ان امريكا رافضه طلباتهم، طلبات الارهابيين وكذا. فليكويد استغرب لان امريكا هي يعني يفترض انها دائما بسرعه يعني يكون في مفاوضات واشياء زي كذا، فحس انه في شيء في الموضوع مو مضبوط. ليكويد هنا قال اوكي مشكلتهم، دام الموضوع كذا بنمشي حسب الخطه، واول صاروخ نووي راح نطلقه بعد 10 ساعات. وقال أسرة ايش؟ قال الحين موضوع سنيك عندك، لكن لا تنكبنا مثل ما نكبتنا مع دربة شيف. أسرة ايش قال لك؟ قال تحمست شوي يعني عادي كان غلط كذا، لكن ما عليك الحين مع سنيك حظبطك. هنا أسرة سأل ليكويد قال طيب الحين ايش صار على النينجا؟ قال النينجا الحين قتل 12 واحد من مجموعتهم، وواضح ان الرجال فيه وشه بعقله مو طبيعي، وواضح كمان ان في احد جالس يساعده، في خائن في الموضوع. سايكومانتس مات وديكوي اوكتوبوس ما حد يدري ليش مات. هنا ليكويد وسنايبر وولف طلعوا، وقبل لا تطلع سنايبر وولف قالت سنيك؟ قالت ترى ميرل للحين حيه. هنا وصلت بدا يعذب سنيك وقاعد ياخذ منه معلومات كثير، وساله كمان عن السي دي اللي فيه المعلومات اللي ما حد يعرفها عن ميتال جير ريكس اللي اخذها من بيكر، وسال اذا عنده نسخه ثانيه منه، لكن سنيك طلع ما عنده نسخه ثانيه منه. هنا سنيك سال اوسلت ايش وضع النووي معكم؟ فقال له تقدر تسال الكولونيل هو عنده معلومات كامله. بعدين رجع اوسلت سال سنيك عن الكارد كيز الموجودة معه، فقال وينهم كذا، فسنيك معه واحدة وسأل عن الثنتين الباقيات. طبعا باقي ثنتين، وش الخدعة حق هذه البطاقة بالضبط او بطاقات هذه بالضبط؟ هنا أسرة جلس مرة يمدح في ليكويد وقال المشروع ليز انفونتاري بلو، صح كذا؟ صح ايه صح هذا الشيء، ما كان فاشل بالكامل، وانه ليكويد هو راح يكون الشخص اللي يحقق احلام أسرة كلها. هنا الجنود خذوا سنيك رموه في الزنزانة. وش حصل في الزنزانة؟ حصل جثة دربة شيف، والغريب في الموضوع ان جثته كانت متعفنه، واضح انه ميت من فتره يعني. The DARPA chief. Whew, what a stench. هنا سنيك تصعد كورنل وهو معصب وقال له خلنا من النصب، ميتال جير هذا
الغرض منه مو انه يردع الاسلحه النوويه، لا، هذا بيكون يشيل نوع جديد من الرؤوس النوويه. ولا اتصل عليه ميلر وقال انه عنده صديق في البنتاغون يقول انهم طوروا سلاح اغتيال جديد اسمه فوكس داي. It happened in Zanzibar 6 years ago. Only Snake and I know the real truth of what happened there. So, is it true? What? Snake! I'm afraid I can't let you get past here. Liquid? You're not going any farther. Die!